السلام عليكم. اليوم الأسود أو الأسوأ كما يطلق عليه اليمنيون، يوم النكبة الكبرى في تاريخ اليمن الحديث، حين تم تسليم الدولة بمؤسساتها العسكرية والمدنية للإماميين الجدد قبل 3 أعوام من الآن، عشية 21 من سبتمبر من العام 2014. نكبة للدولة وللمشروع الجمهوري، ومحاولة يائسة لإسقاط أحلام أجيال بيمن ديمقراطي يقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة. يوم عادت فيه الإمامة إلى الواجهة، وارتكست فيه الجمهورية والديمقراطية على نحو غير مسبوق، وانكشفت فيه أطراف طالما زايدت وتغنت بالمدنية والجمهورية. بالتوازي، يمثل هذا اليوم الأسود جولة جديدة لمعركة جديدة ضد المشروع الكهنوتي السلالي، وتحديا يضع اليمنيين أمام اختبار تاريخي لإعادة الاعتبار للدولة وللجمهورية وقيم المواطنة والمساواة التي كان النظام السابق قد أمعن في إهانتها قبل أن ينتهي المطاف بزعيمها المخلوع خادما مخلصا لمشروع الإمامة. حلقتنا اليوم نخصصها عن يوم الانتفاشة الحوثية كما وصفها السياسي المختطف محمد قحطان، وعن دلالات اختيارهم سبتمبر لتنفيذ مخططهم لإسقاط الدولة. في البداية أرحب بضيوفي، سأكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الصحفي والكاتب عبد العزيز المجيدي، ومن الرياض سيكون معنا الباحث والكاتب زياد جابر، وعبر الهاتف سيكون معنا من عمان من الأردن مستشار وزارة الإعلام الأستاذ مختار الرحبي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العزيز المجيدي من تعز. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. مرحبا بك أستاذ. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيوفك الكرام. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. في البداية، اليوم الذكرى أو يعني قبلها بيوم الذكرى الثالثة لنكبة 21 من سبتمبر، ذكرى الانقلاب، ذكرى انقضاض الإمامة على الدولة ومشروعها، ما الذي يمكن القول في هذه الذكرى بالنسبة لليمنيين، وماذا يتذكرون في هذه اليوم وهذه النكبة؟ في الواقع كان 21 سبتمبر هو تتويج لي العمل الذي قامت به الميليشيات الحوثية منذ فترة طويلة خلال فترات الحروب السابقة في صعدة، وقبلها أيضا العمل أو المشروع الكامل للإمامة داخل عباءة الجمهورية، لكنه في جانب آخر كان تعبيرا عن الطور الأخير لتآكل الجمهورية كمشروع بدأ بحلم للقضاء على الإمامة وعلى السلطة الفردية المطلقة للكهنوت. ومع ذلك هذا المشروع الذي يفترض أنه كان قد قضى أكثر أو قد مضى عليه أكثر من نصف قرن لم يتبلور على شكل مؤسسات ضامنة لهذا المشروع الجمهوري وحمايته، ولم يعبر في كثير من أوقاته عن تطلعات اليمنيين كحلم حقيقي لمشروع يستوعب كل تطلعات اليمنيين ويساعد على مشاركة واسعة لليمنيين في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها. المشكلة الرئيسية أعتقد أنها تكمن بدرجة رئيسية في إخفاق المشروع الجمهوري، لأن هذا المشروع أيضا كما قلت لم يكن يمتلك المؤسسات الضامنة والكافية، ولم يتبلور داخل مؤسسات تساعد على ضمان هذا المشروع، وأيضا على مواجهة التحديات التي كانت تواجهها البلاد، والتي أيضا تتضمن بدرجة رئيسية أيضا التحدي الإمامي، لأن هذه الفكرة ليست فكرة طارئة، هي فكرة عاشت وعشعشت في مناطق كثيرة لمدة تقريبا 1200 سنة، وبالتالي نحن نتحدث عن ميراث
ليس طارئ على البلد وإنما عن ميراث ضارب وراسخ في البلد، استطاعت هذه الميليشيات أن تتغلغل من خلال الثغرات الموجودة داخل النظام الجمهوري وأن تقوم بعملية إعادة نفسها وبالتالي الإنقضاض في اللحظة المناسبة. نعم. في الواقع كانت ثورة 2011 هي محاولة لإحياء النظام الجمهوري مجددا بعد أن بلغ طوره الأخير كما قلنا من التآكل في عهد علي عبد الله صالح. لم يكن علي عبد الله صالح جمهوريا حتى يتحدث الناس عنه بأنه خان الجمهورية، فالرجل كان إماميا أكثر من الإماميين وكان يحرص على خلق مشروعه الخاص داخل النظام الجمهوري، وكانت كل الأطراف للأسف الشديد تساهم بهذا بشكل أو بآخر من خلال الصمت أو التواطؤ. كان الرجل لديه مشروع لتوريث البلد وخلق نظام عائلي حاكم باسم جملكي كما كان يطلق عليه في تلك الفترات. وكانت كل القوى السياسية للأسف الشديد تمارس شكل من أشكال التواطؤ بشكل أو بآخر ولم تكن مخلصة للنظام الجمهوري كمفهوم يجب أن يكون راسخا من خلال مؤسسات وأن يكون أيضا طيب كفكرة عبد العزيز واضحة تشتغل على المساواة والعدالة والحرية. للأسف الشديد الجمهورية ضربت في وقت مبكر أيضا، بدأ مشروع تآكل الجمهورية في السنوات اللاحقة الثورة في وقت مبكر. عندما نتحدث عن انقلاب نوفمبر 67 نتحدث عن أحداث أغسطس 68، نتحدث عن مصالحة 70 التي أدت إلى حالة من التضليل والخداع لما يسمى النظام الجمهوري. هناك شكل من أشكال المخاطرة والخداع لليمنيين أستاذ عبد العزيز كانت في تلك اللحظة جمعت خليطين غير متناغمين وربما حدث التناغم بعد التخلص من الطرف الوطني داخل الجمهورية. أستاذ عبد العزيز إن كنت الجمهورية جاءت بحلم المساواة لجميع اليمنيين، وبالتالي بعد الأحداث التي شاهدناها من خلال أداء أو الصراع الذي تم لاحقا حتى داخل الصف الجمهوري أستاذ عبد العزيز شاهدنا حالة استقواء عصبوي ومناطقي. أستاذ عبد العزيز إن كنت تسمعني اسمح لي الرصاص الأولى في وجه الجمهورية من الصف الجمهوري نفسه. نعم أستاذ عبد العزيز، هل كان اليمنيون يجهلون حقيقة المشروع الإمامي واستطاع الحوثيون والإنقلابيون في عام 2014 خداعهم وترويج لهم الأكاذيب وانضموا إليهم وساندوهم في انقلابهم؟ للأسف الشديد كما قلت لك بأن كثير من اليمنيين وكثير من النخبة اليمنية أيضا ساهمت في التشويش على مصطلح الجمهورية نفسه. كثير من القوى وكثير من النخب شاركت في ما حدث خلال الفترات الماضية. جرى تسويق الميليشيات الحوثية باعتبارها قوى ثورية، وكان كثيرون يتحدثون عن أن قوى طلائعية جديدة، حتى أن كثير من اليساريين بدأوا يطلقون الكثير من المصطلحات عن قوى ثورية طلائعية تمثل خلاص لليمنيين من الإقطاع ومن هيمنة مراكز القوى القبلية والتقليدية، وإذ بنا نسوق لمشروع إمامي لبس 1000 لبس من أجل أن يخادع اليمنيين وعاد بصورته الحقيقية الواضحة التي نشاهدها اليوم، وهو يتحدث عن الولاية وعن أحقية السلالة والبطنين وعن كثير من التفاصيل التي تخص هذا المشروع. للأسف الشديد كل القوى السياسية النخب التي مارست الحكم خلال الفترات الماضية ساهمت بإيصالنا إلى هذه اللحظة. كما قلت كثير من هذه الأطراف شاركت بشكل أو بآخر بإيصالنا إلى هذه اللحظة. عندما كانت الجمهورية مشروعا ينتظره الناس من أجل تخليصهم من الظلم، من الإجحاف، من السيطرة والهيمنة للقوى الإقطاعية التي مارست الكثير من الاضطهاد بحق اليمنيين، ماذا فعلت الجمهورية كمشروع مثلا لأبناء صعدة الذين كانوا في أقاصي البلاد وهم يبحثون عن التنمية والمشاريع المفترض أن تصل إليهم لإخراجهم من ظلمات هذه الفكرة الكهنوتية التي عادتهم إلى نفس المربع بعد 55 عاما. نعم نشرك معنا بحديث أستاذ عبد العزيز مثلا حاضرة في مناطق في المناطق القبلية التي كانت تحت سيطرة قوى قبلية معينة. أين مشاريع التعليم التي كان من شأنها أن تخلق قوى جمهورية حقيقية تعيد بناء تعيد ترتيب البنى القبلية وأيضا تحديثها من أجل أن نخلق حاضنة اجتماعية تضمن هذا المشروع الجمهوري؟ نعم. المشروع الجمهوري للأسف الشديد كانت في أوقات كثيرة عبارة عن شعار رفعته كثير من الأطراف
بالفعل هي كانت مؤمنة بالمشروع الجمهوري، لكنها لم تكن مخلصة بالشكل الكافي لهذا المشروع، بحيث نعم. تؤدي إلى بحيث هذا المشروع إلى خلق حاضنة نعم. حقيقية وتحويله إلى مصلحة فردية لكل مواطن يمني. اسمح لي أن أشارك في الحديث أستاذ عبد العزيز، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث أيضا من عمان مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. مرحبا بك أستاذ مختار. اهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الكرام جميعا. مرحبا بك استاذ مختار. لو اعدنا بك الذاكره الى ليله سقوط صنعاء، كيف كانت الرئاسه تعيش هذه اللحظات تلك اللحظات، وكيف تابعت سقوط الدوله ومؤسساتها؟ كانت طبعا لحظات عصيبه. انا اتحدث عن شعوري انا كشخص عايش ليله سقوط صنعاء ودخول جحافل الميليشيات الى العاصمه صنعاء. كانت ليله مرعبه، كانت ليله لا أعتقد أننا في تلك الفترة كنا نتخيل أنه سيصل الوقت الذي تدخل فيه الميليشيات، خصوصا أنه كان هناك تطمينات من قبل بعض الأطراف السياسية التي تحدثت عن أن مشروع الحوثي ليس مشروع هيمنة وسيطرة على السلطة، إنما هم قوى ثورية وجماعة يعني ظلمت في ظل حكم علي عبد الله صالح، لكنها كشرت عن أنيابها منذ سقوط دماج بيد الميليشيات. وأنا كنت أحد الذين ذهبوا إلى دماج في نهاية 2011 بداية 2012، وشاهدنا أن مشروعهم نفس الذي طبقوه في صنعاء وباقي المحافظات، هم بدأوا وطبقوه في منطقة صعدة ومحافظة صعدة نعم. والمناطق المجاورة لها. لكن للأسف الشديد كان هناك غفلة وكان هناك تماهي مع هذا المشروع، وللأسف الشديد أنهم دعموا من قبل أطراف إقليمية من أجل القضاء على الإخوان المسلمين، ما يسموه الإخوان المسلمين حزب الإصلاح وكذلك علي محسن الأحمر. والمشروع كان مشروع كبير جدا وكان هناك تماهي في هذا طيب. هذا المشروع. أستاذ مختار أنتم أستاذ مختار أن نعم. وزير الدفاع كان يقول أن الجيش محايد ولن يتدخل في هذه الإشكالية نعم. التي هي بين ولذلك أستاذ مختار الكثير يتهم الرئاسة والجيش الوطني ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية بأنهم كانوا متواطئون وكانوا سبب رئيسي في إسقاط صنعاء، وتجلى ذلك الكثير يتحدث دائما عن مقولة الرئيس عبد ربه منصور هادي عندما زار عمران وقال عمران عادت إلى حضن الدولة يوم أن سقط اللواء 310 وتم استشهاد قائد اللواء 310 القشيبي. أولا أنا كنت بالفعل كنت في تلك الفترة وإلى ما بعد 2015 وأنا في مكتب الرئاسة، ولكن رئيس الجمهورية تحدث عن هذه النقطة بالتحديد في آخر لقاء له مع صحيفة القدس العربي، وأكد أن حينما ذهب إلى هناك كان يريد ألا تنزلق البلد إلى حرب أهلية، وكان يريد أن يحصر الحصار في إطار مناطق محددة، ولكن للأسف الشديد أن المشروع كان أكبر والدعم كان كبير والتماهي كان معها بشكل واضح، وكانت هناك خيانات وكان هناك تسليم للجمهورية وتسليم للدولة ولمؤسسات الدولة. ونحن نعرف أن فخامة رئيس الجمهورية طوال الفترة الماضية لم يكن يتحكم بالقوات المسلحة، حيث أنه حينما كان يصدر قرار لإقالة قائد عسكري أو قريب من علي عبد الله صالح، نتذكر جميعا أنه كان يحتاج إلى دعم من المبعوث الدولي ومن مجلس الأمن ومن مجلس التعاون الخليجي. بالتالي رمي التهمة بالكامل على رئيس الجمهورية لا أعتقد أنه صواب. نعم. أعتقد أنه كان هناك تماهي في هذا المشروع من أجل القضاء على القوى الموجودة طيب. والقوى الحاضرة بقوة في المشهد السياسي. نعم أستاذ عبد العزيز المجيدي، هل توافق الرأي ما طرحه الأستاذ مختار بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي لا يتحمل المسؤولية بأنه ربما ساهم بشكل أو بآخر في تسهيل الطريق أمام الحوثيين لإسقاط صنعاء كما يقول البعض؟ بالتأكيد مشكلتنا يا سيدي أننا لم نختار رئيسا، وإنما فرض على الناس رئيس توافقي في لحظة من اللحظات، وكان الرجل على ما يبدو هو نفسه حتى غير راغب في هذا الموقع، وبالتالي بدأ واضحا بأن طموحاته محدودة إلى حد كبير. الرجل لم يكن يتحرك وخلفه إرادة شعبية قوية، مساندة من المجتمع الدولي حتى ولو كان الأمر شكليا، لكن في نفس الوقت كان يفتقد للإقدام وللشجاعة الكافية اتخاذ قرارات قوية بهذا الشأن للذهاب باتجاه، حتى لو كان الذهاب باتجاه تأمين نفسه شخصيا من خلال على الأقل
بناء ألوية عسكرية موالية لهذه، تكون أيضا مكونة من جميع أبناء المناطق اليمنية، وكان هذا الأمر متاحا له في ذلك الوقت، لكنه لم يفعل شيئا. يعني كان يعرف تركيبة الأجهزة العسكرية والأمنية بشكل كافي لرجل كان نائب رئيس جمهورية، وكان طوال 19 عاما وهو يعمل صحبة علي عبد الله صالح، وبالتالي هناك مشكلة كبيرة تتعلق بشخصية الرئيس نفسه. هذا الرجل لو جمع له كل الإسناد الدولي والمحلي والإقليمي فلن يفعل شيئا. الأحاديث التي يتم سردها لاحقا من أجل تبرير كثير من الخطوات التي تمت أعتقد أنها تناقض نفسها. اليوم مثلا ماذا كان ينقص الرئيس هادي لكي يبني قوات من الجيش لجيش وطني في المناطق الجنوبية خلال الفترات الماضية منذ بدء عاصفة الحزم وحتى اللحظة؟ اليوم الرئيس بالإمكان إذا سألته سؤالا وقلت له لماذا لا تستطيع أن تخضع علويات الحزام الأمني مثلا في عدن أستاذ عبد العزيز تحت أوامرك حتى لا يتسوى الموضوع، وسيقول لك بأن هذه الأجهزة والألوية لا تخضع لي ولا تقع تحت إمرتي، وببساطة وكأنه ليس مسؤولا عن أي شيء. حتى يظل الموضوع مرتبط، لسنا بحاجة للتمرير الكثير، نحن بحاجة لمطالبة رئيس الجمهورية بممارسة مهامه كما ينبغي له، أن يكون رئيسا للبلد صاحب قرار، وأن يكون هو أيضا تقع على عاتقه مسؤولية إخراج البلد من كثير من المآزق. هذا الرجل شارك بإدخال البلد في كثير من المآزق التي حصلت خلال المرحلة الماضية، وهو الآن أيضا يساهم بتوفير الغطاء لتبديد وتمزيق البلد. يعني اليوم كثير من المناطق هي خارج سيطرة وسلطة عبد الرب منصور هادي، وهذه المناطق هي أصلا تم إعادتها تحت مسمى السلطة الشرعية. إذن حتى متى سيستيقظ الرئيس هادي لممارسة مهامه ونشاطه كرئيس للدولة؟ نحن نريد أن على الأقل يا سيدي نريده أن يثأر حتى لنفسه لموقعه كرئيس للجمهورية وليس للناس، حتى رغم أنه يتحمل مسؤولية كبيرة في إعادة الأمور إلى نصف ما قام به أستاذ عبد العزيز. اليوم هو كرئيس يستخدم فقط كغطاء لتمرير أجندة أصبحت مشبوهة بحق البلد. ما قام به الرئيس عبد الربو منصور هادي ويقوم بهذا الأداء وهذا ما قام به الرئيس عبد الربو منصور هادي ويقوم به أستاذ عبد العزيز المجيدي، هل تنسف كل الجهود التي يقوم بها؟ هو الآن بالتأكيد الشرعية الوحيدة في البلد، هو الآن أسس جيش وطني متواجد في مأرب في عدن في تعز في جميع مناطق المواجهات، وهم بيقاتلوا ضد الميليشيا الإنقلابية في معركة استعادة الدولة، وهو اليوم أيضا مشارك في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك في الجمعية العمومية. كل هذه الجهود التي يقوم بها تنسفها ويعني تصفه بأنه غير يعني لم يقوم بمهامه على الوجه المطلوب. أنا لست ضد شخص الرئيس هادي حتى تعلم، كنا منذ البداية ولدي كتابات كثيرة في هذا الشأن، نساند وندعم الرجل ونشعر بأن الرجل عليه أعباء ومهام ومسؤوليات كبيرة، لكن في النهاية هذا الرجل خذل الناس، خذل نفسه. هذا الرجل لا أعتقد أن هناك أحد يعمل ضد عبد رب منصور هادي كما يعمل عبد رب منصور هادي ضد نفسه. عندما نتحدث عن التعيينات التي جرت خلال الفترات الماضية يتم اختيار شخصيات بشكل عجيب، هذه الشخصيات نعم استاذ عبد العزيز اسمح لي معذره على المقاطعه استاذ عبد العزيز لا نريد ان نتشعب استاذ عبد العزيز مختلفه نعم. هذه الشخصيات تتمرد مع اهميه ما تقول استاذ عبد العزيز، هل يشتغل بطريقه تمكنه من اداء مهامه مع اهميه ما تقول استاذ عبد العزيز هذا السؤال مع اهميه ما تقول لكن كما تعلم حلقتنا اليوم هي ذكرى النكبة وذكرى الانقلاب، لا نريد أن نجير الحديث باتجاه الرئيس عبد الرب المصادي، ربما نعمل حلقة خاصة بهذا الصدد، لكن نحن تطرقنا عليه يعني بشكل سريع بأن البعض يصف بأنه من شارك في هذا الانقلاب. اسمح لي أن أعود للأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار الرحبي، إذن الآن ربما سمعت يعني ما تحدث به الأستاذ الآن قد عبد العزيز المجيدي، ربما هو لسان معظم اليمنيين، وهناك نقمة أمام الشرعية وأمام تحركات الشرعية وأمام ما يقومون به في معركة استعادة الدولة. الخيارات الآن المتاحة لديكم في تبديد هذه الصورة التي أصبح اليمنيون يشتكون منها ليل نهار ويصفون الشرعية بأنها السبب الرئيسي في بقاء الانقلابيين. أولا نحن لا ننكر أن هناك أخطاء وأن هناك قصور وأن هناك
يعني أن هناك موجة غضب قد تكون في كثير من أبناء الشعب اليمني، وهذا طبيعي في ظل الحرب، في ظل انتشار الميليشيا، في ظل بقاء الميليشيات حتى هذه اللحظة تسيطر على مناطق واسعة في اليمن. ولكن نحن لدينا أيضا تعقيدات سياسية، لدينا تعقيدات عسكرية، لدينا تعقيدات دبلوماسية. رئيس الجمهورية والدولة بأكملها خرجت وهم لا يمتلكون غير ملابسهم إلى خارج اليمن بعد أن طردت الميليشيات بسلاح الدولة رئيس الجمهورية، وقامت بقصف القصر المعاشي واستخدمت سلاح الدولة لقتل رجال الدولة. بالتالي رئيس الجمهورية والحكومة أعادت ترتيب أوراقها، أعادت بناء الجيش الوطني الذي هو الآن متواجد في مأرب، متواجد في تعز، متواجد في عدن. وحتى وإن كانت هناك ميليشيات خارج إطار الدولة، فهذا لا يعني أن كل هذه الأخطاء وكل ما يحصل تتحملها الحكومة الشرعية. نحن لدينا شركاء، شركاءنا طبعا في التحالف العربي يتحملوا جزء من هذا من الإخفاق إن وجد، ومن النجاح أيضا إن وجد. يعني ما يحصل في المناطق الجنوبية ليس بخافي على أحد، ومن يقوم بتحريكهم ومن يقوم بدعم هذه. نعم أستاذ مختار، ألم يتعلم التحالف العربي والشرعية والرئاسة خلال 3 سنوات من أخطائهم ويحاولون يعني معالجتها والبدء فعلا بحسم هذه المعركة وإنهاء الحرب وإنهاء الانقلاب؟ يا أخي، لا أحد يريد أن تبقى الحرب، ولا أحد يريد أن يبقى الدمار، ولا أحد يريد أن يبقى الانقلاب داخل اليمن. الجميع يريد أن يتخلص من الميليشيات الانقلابية لتعود الدولة لممارسة عملها. ولكن هناك تعقيدة سياسية، لا أعتقد أن المطلعين على الملف اليمني يجهلوها، وأنا لا أعتقد أنه سواء الحكومة أو رئيس الجمهورية أو حتى التحالف العربي يريد إطالة هذه الحرب. إطالة هذه الحرب يعني مزيد من الدماء، مزيد من الخسائر، مزيد من إتاحة الفرصة للطرف الآخر للتمدد والبقاء أطول فرصة، لأن الطرف الآخر لا يوجد لديه شيء يخسر، فهو لا يقدم أصلا شيء، إنما يأخذ الإيرادات ويقوم بدعم الجبهات ويريد أن يتمدد وأن يبسط نفوذه في المناطق. وما زال حتى هذه اللحظة المواجهات موجودة في مأرب والمواجهات في مدينة تعز، ونحن نرى ونسمع يوميا المجازر التي ترتكب ضد أطفال أطفالنا في تعز وباقي المناطق. شكرا جزيلا لك مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. وقبل العودة للأستاذ عبد العزيز الميديني، نذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الآراء من قبل المواطنين عن ذكرى نكبة 21 سبتمبر، ومن ثم نعود. 21 سبتمبر هي كانت نكبة وطن، انقلاب على الوطن من قبل الميليشيات الحوثي وصالح. أصبح الوطن ممزق، فجمعته يد المقاومة الشعبية والجيش الوطني حاليا لاستعادة وطننا المنهوب من هذه الميليشيات. 21 سبتمبر مثل خروجا على مواضعات السياسة، وكان انقلابا على مخرجات الحوار الوطني التي اتفق عليها غالبية الشعب اليمني. يوم 21 سبتمبر يوم مشؤوم على الشعب اليمني وعلى الحوثيين والميليشيات الحوثية أنفسهم، فهذا اليوم هو اليوم الذي شردوا فيه الأبرياء وهدموا المساجد وهدموا البيوت على ساكنها ودور القرآن ودخلوا نهبوا المعسكرات وأنهوا النظام الجمهوري الذي ناضلوا عليه الأحرار الشهداء. يوم 21 سبتمبر يوم أسود على الشعب اليمني، قضاء على الديمقراطية، قضاء على الجمهورية، أنهى كل مؤسسات الدولة، جعل الشعب اليمني يقتتل فيما بينه، ونحن الآن في وضع لا يحسد عليه. يوم 21 سبتمبر هذا يوم أسود على اليمنيين، يوم دخول الحوثيين صنعاء، دخلوا باسم إسقاط جرعة، فلهذا أنهم دخلوا باسم إسقاط جرعة ولم يسقطوا جرعة، انتظر الشعب منهم أن يسقطوا جرعة، فزادوا في زيادة الأسعار، زادوا في أسعار الغاز، أسعار البترول. هذا يوم مشؤوم على الشعب اليمني، واستغلوا هذا الاسم سبتمبر وإسقاط الجرعة وهذه المقولات، يعني حتى استباحوا دماء اليمنيين وأعراضهم. هذولا يعني فئة ضالة، فئة لا يقبلها لا الدين ولا منطق، فئة يعني هجرت أبناء الشعب اليمني، دمرت المنجزات، منجزات ثورة 26 سبتمبر، ويحاولوا يعني إعادة الحكم الإمامي البغيض الذي سقط من أجله عددا من أبناء الشعب اليمني شهداء وأسقوا بدمائهم تربة اليمن السعيد. شام على الشعب اليمني
ويوم 26 سبتمبر شعم على الحوثيين وسلالتهم. في 21 سبتمبر استفاضوا صنعاء واستفاضوا يعني حرمات الشعب اليمني ودماءه والمؤسسات المدنية والعسكرية. ويوم 26 سبتمبر الحمد لله أن الشعب اليمني طرد سلالة الحوثية بيت حميد الدين الذي هم انتموا إليه وأقام ثورة، والحمد لله قامت ثورة 26 سبتمبر شام عليهم، ويوم 21 سبتمبر شام على الشعب اليمني. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا تابعنا ربما عينة من النقمة التي يحملها اليمنيون ضد نكبة 21 من سبتمبر التي قاد فيها الحوثيون الانقلاب على كل مؤسسة الدولة. عودة هذه المرة إلى الرياض، نشارك معنا في الحديث من هناك الكاتب والباحث الأستاذ زايد جابر. مرحبا بك أستاذ زايد. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك أستاذ زايد. الكثير يتساءل لماذا الحوثيين برأيك اختاروا هذا التاريخ وهذا التوقيت 21 من سبتمبر للانقضاض على الدولة وإسقاطها؟ يعني الحقيقة هو 21 من سبتمبر جاء تتويجا يعني لإسقاطهم الدولة، والتي يعني بدأوها منذ وقت مبكر، ثم بدأوا بالتهام المناطق يعني مثلا من المحافظة الصعدة وطرد أبناء دماج، ثم يعني مناطق حاشد وعمران وصولا إلى صنعاء. ربما قد تكون هي المصادفة يعني، لكنها أيضا لاقت هوى في أنفسهم، هي محاولة. الآن نحن نلاحظ أنهم لم يسموا ما قاموا به ثورة إلا منذ وبعد فترة يعني عدة أشهر من إسقاطهم للعاصمة ل 21 سبتمبر. الآن يعني استطاعوا، ربما يريدون التشويش على، لكن أستاذ زايد البعض لا يعتبرها أنها مصادفة، وإنما كانت مدروسة من أجل يعني الانتقام من ثورة 26 من سبتمبر التي أنهت حكم الإمامة. هي بكل تأكيد سواء يعني كانت مصادفة أو أنها يعني جاءت محسوبة بدقة بالنسبة لاختيار التاريخ، لكنها ما قاموا به هو الانتقام الفعلي من ثورة 26 سبتمبر. ما قاموا به هو النقيض، يعني لم يكن مجرد انقلاب على مخرجات الحوار الوطني ويعني على الفترة الانتقالية وعلى المبادرة الخليجية كما طرح كثيرون. نعم هو تم يعني هي جزء من انقلابهم المشؤوم بالتحالف مع صالح قضى على هذه المرجعيات، لكن يعني ما قاموا به أكبر من ذلك كله، كان انقلابا على ثورة 26 سبتمبر، على النظام الجمهوري، على منجزات الشعب ومنجزات الجمهورية خلال أكثر من نصف قرن، وعلى نضالات اليمنيين يعني. ولا زال الانقلاب مستمرا بمحاولة تغيير هوية الشعب وقيمه، ومحاولة يعني تدجين هذا الجيل الجديد وتغيير عقليته، ومحاولة الانقلاب على مناهج التعليم وعلى الثقافة. نعم. يعني نحن أمام حركة انقلابية وعودة إلى ما قبل ثورة 26 من سبتمبر، ولهذا يعني الآن هذا الاحتفالات. نعم، إذن ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ زايد إلى أن يتم الاتصال فيه. سأعود إلى تعز عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز المجيدي، إلى أي مدى شارك الرئيس المخلوع وحزبه في الانقلاب وإسقاط الدولة وتمكين الإماميين الجدد من كل مؤسسات الدولة؟ مشاركة علي عبد الله صالح فيما حدث في 21 سبتمبر لم تعد خافية، والرجل أصبح في النهاية يتحدث عن دوره باعتباره فاعلا رئيسيا في المسألة، وهذا حدث يعني بعد فترة من حدوث الانقلاب ومع خروج كثير من التسريبات بشأن مشاركته في العملية، وكان يقوم بدور إصدار الأوامر لميليشيات الحوثيين ويؤدي لهم أيضا التعليمات. المشاركة علي عبد الله صالح هي في النهاية تحصيل حاصل، نحن نتحدث عن شخص جاهل أمي، رجل لديه كثير من العقد
التي حاول من خلالها أن ينتقم من اليمنيين. هذا الرجل في النهاية جاء بقيم مهرب، وأنت عليك أنت يعني أن تعرف ماذا يعني هذا الأمر. ولكنه حكم اليمن 33 عام، جاء ليشيع كل هذه القيم في 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 مفاصل البلاد، وحول البلاد إلى ساحة تهريب كبيرة وجريمة، وبالتالي كل ما فعله هذا المهرب أستاذ عبد العزيز، هذا المهرب الذي تتحدث عنه حكم اليمن 33 عام. هذا الرجل كان يضرب قيم الجمهورية في الصميم. عندما نتحدث عن رجل جاء من أجل إقصاء كل القوى الوطنية الموجودة داخل الجيش الوطني، ذهب باتجاه تحويل الجيش وإلى مجموعة من العصبيات المسيطرة على مفاصل الجيش، استحوذ عليه عائليا، أزاح كل القيادات الوطنية الموجودة داخل الجيش، وبنفس الوقت أيضا كانت واحدة من أهم الجرائم المرتكبة بحق اليمنيين أيضا ما حدث في عام 94 من خلال الحرب التي دارت في تلك الفترة، وتم من خلالها أيضا حتى بعد النتيجة للحرب تم إقصاء قرابة 100,000 من أبناء الجيش من أبناء المحافظات الجنوبية، وكان هذا عمليا هو استمرار لما تم البدء به منذ تقريبا نهاية الستينات وبداية السبعينات، حين تم إقصاء الكثير من أبناء المناطق السفلى من اليمن لاعتبارات جهوية ومناطقية وقبلية وغير ذلك. لكن في النهاية هذا الرجل فعل كل ما لم يخطر على بال من أجل ضرب الجمهورية في الصميم، حاول يكون له مشروعه العائلي داخل الجمهورية، فعل ذلك للأسف الشديد بتواطؤات كثيرين من القوى، كثير من القوى السياسية والنخبة التي تماهت مع مثل هذه الخدع، حتى مسمى الديمقراطية ضرب بالصميم. عندما يتم الحديث عاد الرجل تسويق نفسه باسم الديمقراطية، شاركت كل القوى بهذا الأمر، كانت عبارة عن حفلة زار من أجل إعادة إنتاج علي عبد الله صالح بصيغ أخرى، استمرت المسألة على ما هي عليه. جاء وصل اليمنيون إلى مرحلة، وأنا أتحدث هنا عن جيل جديد آخر غير القيادات السياسية التي تماهت مع علي عبد الله صالح وأصبحت جزء من أدائه العام. هذا الجيل هو جيل شباب ثورة 2011، هذا جيل 11 فبراير الذي فجر هذه الثورة وتصدى لهذه المنظومة الفاسدة ووضع حدا لمثل هذا النظام، وقدم التضحيات وواجه بصدور عارية كل تلك القوى التي كان يسيطر عليها عبد الله صالح، نعم. سيطر عليها عبد الله صالح، وبالتالي استطاعوا زلزلة كيان هذا النظام واهتز بجمعة الكرامة كما نتذكر، نعم. وأصبح الرجل يبحث عن ملاذ. إلى أي مدى أستاذ عبد العزيز تتحمل النخب السياسية مدت له حبل النجاة وبنفس الوقت أيضا، نعم. كانت القوى الخارجية المتربصة كانت ايضا جاهزه لمساعدته من طيب استاذ عبد العزيز، الى اي مدى ممكن للقوى السياسيه والنخب الاجتماعيه الذين يعني روجوا والذين بشروا بوصول الميليشيا وبمشروع الميليشيا تحمل مسؤوليه نكبه 21 من سبتمبر؟ هؤلاء شركاء حقيقيين، هؤلاء انفسهم اليوم كانوا يروجون لعلي عبد الله صالح باعتباره، تصور يروجون لعلي عبد الله صالح باعتباره ايضا شخصا جمهوريا. شاهدنا خلال الفتره الماضيه كثيرين يعولون على علي عبد الله صالح للانتفاضه ضد الحوثيين ويتحدثوا عن الرجل كرجل جمهوري، هذا الرجل الذي سلم كل مقاليد البلاد الى هذه الميليشيات الطائفيه وكان متماهيا معها حتى وهو يمارس الحكم من خلال ممارساته الطائفيه والمناطقيه تجاه كثير من المناطق في البلاد، وبالتالي هذه القوى لا زالت ايضا تستمر بنفس العبث ونفس اللعب. مشكلتنا في اليمن يا سيدي اننا لا نفرق بين القضايا المصيريه وبين الخلافات السياسيه الجانبيه، اليمنيون يعبثون بالمصطلحات، يعبثون بمستقبل بلدهم وهم يغرقون في الكثير من المناكفات التي تضر بهم في النهايه وتنتهي الى مثل هذه الكوارث نعم. التي انتهينا اليها، وبالتالي الكل ساهم وشارك في هذا بشكل او باخر، لكن بالتاكيد هذه القوى والميليشيات المرتبطه باجنده اقليميه كانت هي اللاعب الرئيسي، واعتقد اننا لو كتبنا هجائيات العالم كلها بحق هذه الميليشيات فلن نستطيع ان نوفيها ما تستحق، وبالتالي هي ما تفعله الان هي اعتقد افضل من يعبر عن جرائمها وعن حقدها تجاه اليمنيين. طيب استاذ وما استاذ تفعله اليوم استاذ عبد العزيز اسمح لي اعود للاستاذ زايد جابر عبر الهاتف من الرياض. استاذ زايد، البعض يقول كيف يمكن لمن كانوا يعتبرون من يعني من سبتمبر ومن رموز الجمهورية أن يشاركوا في هذا الانقلاب ويدعموا يعني انقلاب الحوثيين الإماميين؟
الحقيقة يعني ليس هناك من رموز سبتمبر الحقيقيين من هو مع الحوثيين اليوم، ربما يعني أو من يدعوا على الأقل كانوا يدعون أنهم يعني من رموز سبتمبر أو من شاركوا فيها، يعني والثوار من وقفوا معهم، والثورة والنضال لا يورث، يعني كما قال يعني ضيفك الكريم انه يعني كان هناك من يروج ان علي عبد الله صالح جمهوري، وممن ركب على الجمهوريه وممن استغل وحكم باسمها 33 عاما ثم سلمها بطرفه عين لهؤلاء الاماميين وسلم كل قوه الجمهوريه ومفاتيحها لهم. يعني لا اعتقد ان هناك جمهوري حقيقي يعرف معنى الجمهوريه وناضل ويعني عرف ماذا تعني الامامه، تعاون مع مثل هؤلاء الهمجيين الذين هم صورة ربما أردى، يعني لم يكونوا حتى صورة مموهة للإمامة التاريخية، وإنما كانوا صورة سيئة وطبعة جديدة من طبعات الإمامة والنقيض الموضوعي لها منذ أن بدأوا. قل ربما أن هناك البعض فعلا ممن كان يحسب نفسه من القوى الحداثية وقوى اليسار وغيرهم كانوا يروجوا لهذه الجماعة أنها ستأتي بالدولة المدنية وستقضي على مراكز النفوذ والقوى التقليدية، مع أن واستغرب أن بعضهم الآن كأنه أفاق من الصدمة وقال نحن خدعنا، يعني لم يكن هناك شيء يدعو للخديعة. أعتقد أن هذه الحركة كانت واضحة من البداية، هي لم تقل يوما أنها حركة حداثية منذ أن بدأ حسين الحوثي بحركته وهو يتحدث عن الولاية، وهو يتحدث عن وجود علم من آل البيت، وهو يتحدث عن انتقاء السلالة وعن الاصطفاء الإلهي، كل فعالياتهم وتمراتهم يعني تراثهم، يعني الحركة منذ أن بدأت هي هكذا حركة عنفية، امتلكت السلاح، قتلت الناس منذ أول يوم واجهت الدولة، يعني فلم يكن هناك داعي للحديث. طيب أستاذ زايد، يعني ارتفاع أصوات الإماميين ارتفاع أصوات الإماميين أستاذ زايد حاليا مع الاحتفال بالولاية والعودة إلى الولاية، نعم أستاذ زايد، لصالح انتقام من جماعات أو من فصول سياسيين قادت الناس إلى ما قادت إليه اليوم. نعم أستاذ زايد، ارتفاع أصوات الإنقلابيين الآن وعلى وجه التحديد الإماميين حول الولاية بالتزامن مع الذكرى 55 لثورة 26 سبتمبر وأيضا ذكرى نكبتهم، هذا الربط الآن وحاول يعني إعادة الولاية إلى الواجهة باليافطات واللوحات والشعارات والمنشورات في كل المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، ما هي الرسالة التي يريد الإماميون أن يوصلوها أو يحيوها في هذه المناطق؟ يعني هذا هو المشروع الحقيقي. ربما الناس انتبهوا بشكل أفضل أن الاحتفال بما اسموه يوم الولاية أو عيد الغدير قد صادف في هذه الفترة يعني احتفالات الشعب اليمني بعيد 26 من سبتمبر، لأن الاحتفال بعيد الغدير مرتبط بالتاريخ الهجري، وإلا فإنهم حتى منذ السنوات الأولى ومنذ سقوط صنعاء تحديدا هو نفس الخطاب الذي يتبنوه حول الولاية، لكنه الآن أتى بشكل مكثف وقد سيطروا على وسائل الإعلام الرسمية، هو مشروعهم، الولاية هو المشروع النقيض لمشروع الجمهورية والمشروع يعني ثورة 26 من سبتمبر. الولاية هو 21 سبتمبر، 21 هي الأداة، يعني أداة الولاية كما يسمونها، الولاية هي الإمامة، هم يقولون هذا هو مشروعنا الحقيقي، ربما يعني كانوا الآن أكثر وضوحا كما ظهر في يعني ما قالوا في إذاعة صنعاء وفي اللوحات التي يقولونها، أنا لا أعتبرها جديدا وليس مفاجأة ولم يخفوا ذلك منذ أول يوم، هذا هو مشروعهم الحقيقي، هو مشروع يعني كهنوتي رجعي، يعني يعتبر وصولهم إلى السلطة دينا وعقيدة، ويعني هم يسارعون ويحثون الخطى يعني لزرع هذه العقيدة، هم يرون أن هناك هل سينجحون؟ هناك قبولا تحت وطأة السلاح، هل سينجحون أستاذ زايد؟ هناك رفض مجتمعي، هل سينجحون بقوة السلاح التي يمتلكونها؟ سابقا يعني وتاريخيا أن الناس يقتنعوا بهم باعتبار ذلك دينا، ليس لديهم أي إنجاز يقدمه للناس، قد تأتي هناك انقلابات في العالم لا تكون شرعية حتى ولو كانت ضد الديمقراطية، لكن قد يأتي ما يسمى في العلوم السياسية شرعية الإنجاز، يقدم أي نظام يأتي أي نظام انقلابي يقدم إنجاز للناس فيحوز على رضا فيكتسب شرعية من نوع ما، لكن هؤلاء
ليس لديهم اي انجاز، يعني بالعكس صادروا يعني ارزاق الناس ووظائفهم والغلا والفساد وكل ما يخطر على البال. اذا لم يعد لديهم سوى وسيله واحده، هي محاوله اقناع الناس ان وجودهم دينا وان ذلك عباده وعقيده، ولذلك حرصوا بشكل مكثف على محاوله تضليل الناس بهذا الامر واعتباره عقيده ودين، ظنا منهم انهم بذلك سيكسبون يعني قناعه الناس بهم واكتساب مشروعيه من نوع ما. ولكن انا اعتقد ان الناس قد شبوا عن الطوق، وانه مهما كثفوا هذا الخطاب انه يعني يعود عليهم بالسخريه، وان الناس لا يمكن ان يقبلوا وهم في القرن 21 مثل هكذا خطاب يريد ان يعبد الناس لاسره وسلاله بعد ان تجاوز الناس قضيه هذه العنصريات من زمن بعيد. الباحث والكاتب الاستاذ زايد جابر، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. وايضا قبل ان اعود للاستاذ عبد العزيز المجدي، سنذهب لمتابعه هذه الماده المعلوماتيه التي اعدها الزميل وديع عطاء عن 21 من سبتمبر يوم النكبه بالنسبه لليوم لليمنيين، ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعود الى تعز عبر الاقمار الاصطناعيه في دقائقنا الاخيره مع الاستاذ عبد العزيز المجيدي. استاذ عبد العزيز المجيدي، كيف تقرا هبه اليمنيين الجمهوريين في مواجهه المشروع السلالي الامامي، وظهر ذلك جليا من الاحتفاء الكبير في سبتمبر الغير مسبوق عن بقيه الاعوام؟ في الواقع اليمنيون جمهوريون بالطبيعة كما يقال، ولنقل بأنه معظم مناطق اليمنيين باستثناء مناطق أخرى، لا أقول أنها ليست جمهورية، ولكن أن الجمهورية لم تصل إلى هذه المناطق، وبالتالي هي عاشت حالة امتداد لميراث الأئمة خلال الفترات الماضية، وبالتالي كانت أكثر استجابة لميليشيات الحوثي، وهذه النقطة يجب أن لا نغفلها البتة. أعتقد إذا كنا أردنا بالفعل أن نتخلص من هذا المشروع الذي أصبح له الآن مخالب وأسنة، يجب أن نمضي حقيقة باتجاه إحياء روح الجمهورية كما ينبغي لروح الجمهورية أن تكون، وليس بالشعارات والكثير من الثرثرة.
ما نشاهده اليوم مثلا من خلال أداء السلطة الشرعية والشخصيات المحسوبة على السلطة الشرعية لا يبشر بخير بالتأكيد. هذا الشغل يؤكد على أن الفروق ربما الجوهرية بين الطرفين تتلاشى إلى حد كبير. نشاهد ميليشيات على رأسها مزاعم سلالية تقول بأن لها الأحقيات في أشياء كثيرة، تمارس وتستحوذ وتسيطر وتملك الكثير من الامتيازات. في الضفة الأخرى هناك ممارسات مشابهة يعني تكرس فكرة الامتيازات لمصلحة جهات وأفراد وأشخاص، وهذه هي الطعنة الكبيرة التي توجه للجمهورية في الظهر. الجمهورية يجب أن تكون من خلال عمل حقيقي على الأرض لبناء مؤسسات تستوعب كل قوى المجتمع اليمني وتكرس فكرة النظام والقانون وفكرة المساواة، ويجب أن تكون أيضا قادرة على مواجهة المشاريع الأخرى. إذا استمرينا بهذا الأداء أعتقد أننا لن نستطيع مواجهة مشروع أصبح له مخالب مدعوم إقليميا ومن دولة أيضا لها رؤية ولها مشروع كبير في المنطقة يواجه خواء وفراغ كبير في وبالتالي نحن نواجه إشكالية مزدوجة داخليا وخارجيا. نعم أستاذ عبد العزيز، في نصف دقيقة فقط، من برأيك بيده مفتاح إنهاء هذا الانقلاب وإنهاء الانقلاب الذي جاءت به الإمامة وعودة الجمهورية إلى رونقها وإلى يعني قمة أوجها مثل ما كانت سابقا؟ باختصار سأقول لك مقولة لإينشتاين وهو يقول الغباء هو أن تقوم بفعل الشيء نفسه مرتين بنفس الأسلوب وبنفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. وفي ختام هذه الحلقة لم يبقى إلا نستعرض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في الفيسبوك ونقرأ بعضا من هذه التعليقات.